عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا يكفي أنك تعرف الخير فقط، لا بد أن تعرف الشر من أجل أن تجتنبه، لأنك إذا جهلت الشر تقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فتعرف، هذا ما أراده حذيفة رضي الله عنه يوم يسأل عن الشر، ما هو محبة للشر، ولكن من أجل أن يتبين له ماذا يعمل في هذا الموقف. كنت أسأله عن الشر ليه؟ مخافة أن يدركني. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من النقص والاختلاف، فقال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين إذا حصل فتنة واختلاف وكلام بين الناس كما يحصل الآن، فإنك تلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين لأجل أن تنجو من ذلك، أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال حذيفة: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني وجد الاختلاف ولم يكن هناك جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا يدل على أن الإنسان لا يدخل في الفتن مهما استطاع أن يتجنبها، لا يدخل في الفتن بل يعتزل الفتن بأي حال من الأحوال ولا يدخل فيها، هذا أسلم له. وذلك بأحد أمرين: إن كان هناك جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين فليكن معهم لينجو من الشر والاختلاف، وإن لم يكن جماعة الأمر الثاني، إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحل أنك تتجنب أهل الفتن والفتن لأجل أن تسلم بنفسك، ولو مسك في ذلك ضرر في نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة، على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الحاصل أن المسلم يلاحظ هذا،